وحوي وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي أعزائي مشاهدي قناة زهرة العرب من المحيط إلى الخليج، أهلا بكم معنا ولقاء متجدد خلال أيام شهر رمضان المبارك وحلقة جديدة من برنامجكم رمضان في حياتي. رمضان له طقوس خاصة. النهاردة احنا بنقابل الأستاذة سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية. هنطلع النهاردة بقى من العمل الإداري وعبء العمل الإداري ونشوف الأستاذة سوسن إزاي بتتعامل خلال شهر رمضان المبارك كست بيت، وبتتعامل إزاي في المنزل مع الزوج، وإزاي بتتعامل مع الأولاد، والعادات والتقاليد الجميلة والالتزام الديني وروح رمضان مع أسرة الأستاذة سوسن طايل. بنرحب بحضرتك معانا في هذه الحلقة يا أستاذة سوسن، وعرفينا بقى وعرف المشاهد الكريم إزاي بتستقبل رمضان وأنت ست بيت مش وكيلة وزارة. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان شهر جميل، رمضان كله روحانيات فعلا. الناس فاكرة ان رمضان بيبقى اكل وشرب اكل وشرب اكل وشرب. لا، ما احنا طول السنة بنعمل الاكل، طول السنة المفروض ان احنا بنقلل من موضوع الاكل دوت في رمضان، انما بيبقى فيه روحانيات الدنيا، صلاة التراويح، الصلاة بقى بخشوع قوي، وان احنا حاسين كمان واحنا صايمين بالناس اللي هم محتاجين فعلا. في البيت انا يعني الاكل عادي، يعني اصل عمل الاكل ده موضوع سهل جدا بقى، ده اسهل حاجة في الموضوع. بس في رمضان في يعني وجبات كده بتلاقيها مفضلة بشهر رمضان او حاجة خاصة؟ هو طبعا الشوربة موضوع مهم جدا على السفره بتاعت رمضان. جميل. اي نوع شوربه بقى، يعني خضار، شوربه خضار، شوربه لسان عصفور، شوربه شعريه، حسب الشوربه سهله في الهضم وما بتعملش عبء كده على المعده. هي مهمه جدا على مائده افطار رمضان. بيبقى بقى يعني اي حاجه بقى الولاد، اصلا ما بقاش عندي دلوقتي ولاد متواجدين في البيت غير بنوته واحده، ربنا يخليها. البنتين التانيين الحمد لله اتجوزوا، فيعني الموضوع عندي سهل يعني. وهي بتساعد حضرتك على طول يعني؟ طبعا، واحنا بنحط طبعا الفطار، هي بقى عليها تعمل السلطه وان هي تحضر الترابيزة وتحط عليها المعالق والشواك وكده يعني. الزوج في حياة حضرتك في شهر رمضان يعني بيساعدك في البيت، بيتعامل معاك ازاي؟ هو بمزاجه يعني، هو بمزاجه، مهم قوي طبعا. طبعا بمزاجه يعني، ما حدش بيقدر يجبر على حاجة. يعمل او ما يعملش. يعني ممكن يعمل لوحده من غير ما حد يقول له اعمل حاجة. جميل. وممكن هو ما يعملش برضه براحته يعني، احنا لو عندنا الموضوع ده متسهل. بس الحمد لله هو طبعا حاليا على المعاش وهو متواجد في البيت بصفه دايمه يعني. حالنا مع رمضان بقى مع القران والتراويح والمشاعر الجميله ديت، وازاي بتتعاملوا بقى في هذا الشهر الكريم كده؟ والله انا بالنسبه لي ببقى طبعا الصبح باكي الشغل، بقعد لحد الساعه 4، بروح اعمل فطار، بعد ما افطر صلي المغرب، صلي العشاء بالتراويح، وبعد كده بقى يعني لو ممكن اريح شويه قبل السحور، انما قبل التراويح ما صعب جدا ان انا اريح. المسلسلات والدراما في حياه الاستاذ سوسن طايل في شهر رمضان موضوعها ايه؟ ما اعرفش يعني، انا وانا بفطر بيبقى التلفزيون مفتوح في تمثيليه دنيا سمير غانم، بس دي اللي انا وانا بفطر بتفرج على حته منها وخلاص وانتهى الموضوع، انما غير كده ما بتفرجش على التلفزيون. بتعملوا بقى يعني حاجات اللي هي الزينه بتاعت رمضان والحاجات اللي هي استقبال رمضان بحط فانوس كبير كده في البلكونه في رمضان، شعار رمضان انه اهلا رمضان يعني. التمر بقى واليميش والحاجات دي موجوده؟ لا، دي اساسيه على الوجبه. التمر مهم جدا، انما الحلويات انا مش كثيره اكل الحلويات،
وعندي جوزي صعب ان هو ياكل يعني كميات كبيره من الحلويات، فما بعملش كميه كبيره لان هو عنده سكر اساسا، وبنتي ملهاش في الحلويات بقى. طب في رمضان عازم ولا معزوم؟ كده وكده اه كده وكده، لازم كده وكده. يعني انا عندي اسر ولادي اللي اتجوزوا لازم بعزمهم، يعني قرايب جوزي برضو بعزمهم، انما يعني اخواتي انا قاعدين في اسكندرية مع والدتي فبيبقى صعب، انا اللي بروح لهم بقى. تمام. أقول رسالة أخيرة بتوجهيها الأستاذ سامسون طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية لأهالي المنوفية بصفة عامة خلال شهر رمضان المبارك، تقول لهم إيه يا فندم؟ بقول لهم كل سنة وهم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا، ويا رب يكون رمضان سعيد على بلدنا مصر، لأنها دي أهم حاجة في حياتنا. مصر منبع الحياة لنا، لازم نحافظ عليها، ويا رب يكون رمضان ده رمضان سعيد على بلدنا كلنا، بعيد على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد على سيادة اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية اللي حضر المحافظة وعمل لها بهجة وعمل لها حاجة جميلة جدا جدا. هو شخصية ما بتقعدش في مكتبها غير نادرا، راح تقريبا تقريبا زار معظم قرى المحافظة، ربنا معاه وبتمنى له كل خير. كل سنة وهو طيب، وكل المصريين طيبين. أستاذ حسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، رمضان كريم يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. الله أكرم، وكل سنة وأنتم طيبين.